معنا الآن من لندن الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج، أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. بداية، بدأت التصريحات تتوالى من الغرب تحديدا من فرنسا وبريطانيا حول ردود الفعل والمواقف الأوروبية مما حصل. هل وجدت هذه المواقف منسقة؟ هل ضرب بوتين ضربته إذا جاز التعبير في بغتة من المواقف الأوروبية؟ أولا أهلا بك وبمشاهديك. نعم، كما قلته، لقد ضرب ضربته الموفقة. المشكلة أن الجميع كان يعرف كيف يفكر بوتين وماذا سيفعل، وكانوا يقولون أنه على وشك يعني الدخول إلى أوكرانيا، وأن كل الخطوات متخذة لوضع عقوبات. لكن عندما دخل تحت غطاء الاعتراف بجمهوريتين دونباسك ولوهانسك، وجدنا يعني التشتت والخلاف بين الحلفاء. يعني حتى الآن الأمريكيين لم يفرضوا العقوبات يعني السريعة والحازمة التي تحدثوا عنها، بل عمدوا إلى ما قاله بايدن منذ بداية الأزمة، بأنه إذا ما دخل إلى شرق أوكرانيا فإن العقوبات ستكون متجانسة مع قدر الدخول الروسي، يعني حسب ما يدخل نزيد العقوبات. بمعنى آخر، وكأنهم يدركون كل شيء، ومع ذلك لم يفعلوا أي شيء. الآن نجد الخلاف واضح. يعني العقوبات الأمريكية حتى الآن، يعني بالمناسبة حتى يعني نوضحها، هي على الإقليمين وليست على روسيا، يعني لم تطل حتى الآن. نعم، المصالح الروسية. نعم، فقط على الإقليمين بشكل مباشر. وهذا ما قاله بايدن عند بداية الأزمة، أنه إذا دخل سيكون العقوبات بحجم دخوله إلى أوكرانيا. يعني إذا دخل إلى الإقليمين فإنه ستكون العقوبات تتعلق بهذين الإقليمين، الشركات التي تعمل في تلك الأقاليم أو الأشخاص التي تتعاملون معه. ونحن بذلك نستشف بأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم نفيها في السابق بأن تكون قد تقصد هذا الكلام، لكن يبدو الآن أن هذا واضح جدا. وهناك كما قلت خلاف أوروبي واضح جدا، يعني بين الحلفاء، حول كيفية التعامل مع الرئيس بوتين. ما هم حقيقة في حيرة من أمرهم الآن، يعني وهم يدركون في الصميم أن العقوبات لوحدها لا تكفي، يعني لأنه قد اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لذلك، وعقد اتفاقيات مع الصين، وهو حصن أيضا اقتصاده منذ فرض العقوبات على. طب دكتور أحمد، القرن. وبالتالي إذا في نقطة الآن مفروض أن يكون في اجتماع اليوم أن يصدر شيء موحد من الاتحاد الأوروبي، لأنه الوزراء موزعون في عدة مؤتمرات، في اجتماع الآن على مستوى السفراء في مقر الاتحاد الأوروبي. هل يمكن برأيك أن تتحسن صورة الموقف الأوروبي والغربي وأن تتوحد بشكل أقوى خلال الساعات القادمة؟ طبعا بالمظهر أنا أعتقد سيكون هناك نوع من الوحدة في المظهر، لكن الحقيقة ما كشفت عنه يعني هذه الأزمة وبعد إعلان بوتين أن فعلا أنهم مختلفون في الصميم. يعني هناك شهور وهم يتحدثون حول هذا الأمر ووضع العقوبات، ومن المفترض أن يكون كل شيء جاهز الآن، وليس الاجتماع لتقرير ماذا سيفعلونه. يعني حتى البريطانيين، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني اليوم عن حزمة من العقوبات، لكنه لن يذكر فيها من ستطال هذه العقوبات. هل ستطال كل الروس أم ستطال فقط الذين يتعاملون مع الشركات في الإقليمين اللتين اعترفت بهما يعني روسيا؟ أعتقد أن الغرب في حالة تضعضع واضح، وهناك خلافات حول ماذا يجب أن نفعله. وطالما بوتين يشعر أن الأمر هكذا، فأنه سينطلق إلى مزيد من التوسع خطوة خطوة. شكرا جزيلا لضيفي من لندن الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج.